اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا. انا منال، هكون معاكم النهارده ان شاء الله نقضي وقت سعيد مع بعض ونتعلم وصفات جديده. انا طبعا قبل الحلقه على طول زي ما عودتكم دايما بولع على الحله لو كنت هحمر فيها حاجه علشان تسخن وما عطلش وقتكم. النهارده انا هعمل اكله جميله جدا اسمها بتنجان مكمور. البتنجان المكمور دوت بتنجان بيتسوى باللحمه المفرومه وبالصلصه بس من غير ما بنحمره، وهو اكله لذيذه جدا وبيدخل الفرن. وهعمل معاها اكله لايقه عليها قوي، هعمل سلطه بتنجان مشوي بس مش بالطحينه بقى بابا غنوج زي ما احنا متعودين، بالخضار ومختلفه تماما. ان شاء الله يعجبوكم. المقادير معايا نص كيلو بتنجان، ربع كيلو لحمه، بصل، فص ثوم، معايا بقى القرفه القرفه والبهار والبرداقوش والبابريكا، ومعايا كمون. ان شاء الله الاكل بتاعي يعجبكم النهارده. اول حاجه هعملها الحله بتاعتي سخنت، هجيب زيت وهحطه في الحله، وهجيب رشة بردقوش، وهحط على طول بقى ايه اللحمة المفرومة بتاعتي. انا دايما بحب ابدأ باللحوم، يعني احب اشوح اللحمة وبعدين احط البصل. اول ما حطيت اللحمة على طول بدأت تعمل صوت، علشان انا حاطة هنا بردقوش اول ما نزلت عليه اللحمة ادى ريحة عطرية جميلة. يعني دايما لما بنطيب الزيت باي حاجه منكهه، بردقوش او قرفه او ممكن روزماري، ريحان، اي حاجه من الحاجات العطريه ديت حلوه جدا، هي بتخلي الزيت كمان ما يتاكسدش وبتدي ريحه حلوه. على طول اللحمه بتاعتي اخذت اللون البني، لان هي اصلا اللحمه المفرومه قطع رفيعه فخدت حراره الحله على طول وما نزلتش اي سائل، فوانا باكلها هحس بعصارتها. مهما كانت اللحمة المفرومة قطع رفيعة برضو كل قطعة فيها عصارة، لو احنا حطيناها كده على البارد بتخرج كل العصارة ديت وما بتبقاش حلوة. شوحت اللحمة، هجيب البصل بتاعي. البصل انا هنا مش مقطعه مكعبات كبيرة، لا هو مكعبات مش مكعبات صغيرة، هو مكعبات كبيرة، يعني عايزاه كده هو يدوب مع البتنجان. هقلب بقى البصل مع اللحمة. أنا مجهزة للوصفة دي فص ثوم بس مش هحطه أشوحه هنا، هحطه وأنا جاية أدخل الطاجن في الفرن، بيدي بقى ريحة وتأثير حلو قوي قوي. والبتنجان علشان هو يعني عشان هو بتنجان متعودين دايما نحط معاه كمون، فأنا هي الوصفة دي مش الكمون فيها مش شيء أساسي، بس لمحبي الكمون على البتنجان ممكن في الاخر قبل ما يدخلوه الفرن مع رشه التومه ديت اللي احنا بنحطها، هو فص واحد، يحطوا رشه كمون مع رشه قرفه، بتدي طعم حلو قوي للي بيحب الكمون، يعني ما يقدرش يستغنى عن انه ياكل بتنجان عليه كمون، لان هو مشهور البتنجان صاحب الكمون. وبرده من الحاجات اللي بتليق على البتنجان الريحان في بعض وصفات، يعني في وصفات الريحان بيبقى حاجه حلوه جدا مع البتنجان. انا مش عايزه البصله بتاعتي تتحمر، انا عايزاها بس يا دوبك تدبل. هديها شويه ميه قبل ما احط عليها الطماطم علشان لون الطماطم عندي يفضل جميل. انا مش هغطي عليها، انا عايزاها على ما اعصر الطماطم بتاعتي تكون الميه ديت اتبخرت واحط الطماطم عليها. دايما ما انساش ان يعني بحب اقول لكم دايما رشه السكر بتدي تاثير حلو قوي مع اي حاجه فيها صلصه، وخصوصا بقى لو حاجه مثلا زي البتنجان. البتنجان يعني في حديد كتير ففي لسعه اوقات كتير قوي، البتنجان بيلسع في اللسان. والسبانخ من الحاجات اللي لما بنحط معاها رشه السكر بتضيع اللسعه دي تماما، يعني في ناس كتير جدا يبقوا عايزين ياكلوا البتنجان وما ياكلوهوش عشان اللسعه دي، يبقوا عايزين ياكلوا سبانخ وما ياكلوهاش عشان اللسعه، انما لو حطينا معاها معلقه السكر بتضيع اللسعه دي خالص بتاعه الحديد الكتير اللي موجود فيها. همسح ايديا بس وهضرب الطماطم بتاعتي. انا مش هتكلم والطماطم ايه، مش هتكلم والطماطم بضربها، هبص عندي هنا كده
بدأ خلاص يتشرب شوية الصوص بتاعه، بس لسه في صوص، بس غلي كفاية بما انه ما يغيرش لون الصلصة. هحط الطماطم بتاعتي وهشيلها، انا دايما ما بحبش احطها في الحوض. هتغلي بس غلوة وهحط لها التوابل بتاعتها. انا عندي هنا البتنجان بتاعي، في ناس كتير ما بتحبش تقشر البتنجان، بس انا بحب اقشره، يعني دايما الاكل يبقى مزاج. القشره فيها فايده وكل حاجه، بس البتنجانه طريه قوي والقشره بتاعتها مهما استوت بتبقى جامده. انا ما بحبش الملمس دوت، لو حد غيري بيحبه يعمل اللي هو بيحبه، يعني الطبخ دايما ملهوش قاعده. فانا بقول كده عشان اللي يشوفوني في الوصفه يقولوا لا بتقشر البتنجان ليه. يا جماعه البتنجان اللي عايز يقشره يقشره، واللي مش عايز يقشره ما يقشرهوش. صحيح لما بيتقشر او بيتقلم يبقى حته وحته بيبقى شكله جميل، بس انا بحس ان هو بيريح اكتر في الاكل وبيبقى كده طري وناعم لما بيبقى كله متقشر. قشرت كده اهوت البتنجانيه بتاعتي الاولى. الشغل في البتنجان برضو يكون سريع لان البتنجان فيه حديد وبيسود، فانا عايزه اقشره واقطعه بسرعه على ما تكون اتسبكت اللحمه بتاعتي. انا هحطه وهو ني في اللحمه، هيغلي شويه فيها وبعد كده اهوت هدخله الفرن، عشان كده مسمينه بتنجان مكمور. يعني هو المفروض الوصفه دي المفروض فيها ان البتنجان بيتكمر في طاجن فخار، بس يعني مش كلنا عندنا في بيوتنا طواجن فخار. البايركس زي الفخار بيكتسب درجه حراره جامده وبيفقدها ببطء، فهو ده اللي بيكمر الحاجه اللي محطوطه فيه، يعني بيبقى تسويه ان هو خد من الفرن درجه الحراره بالراحه كده بهدوء، وبعد كده اهوت بيطلعها بقى يديها للبتنجان. ويفضل لما لو نلاحظ الطواجن لما بنطفي عليها بعد ما بنطفي بفتره بتقعد الحاجه سخنه. انا عايزه كلها مكعبات قد بعض، هقطع كده يعني احاول بقدر امكاني ان مكعباتي تكون متساويه. هسويها مع بعض كده بالسكينه، هجيب الثانيه. كل المكعبات لما تبقى متساويه هتبقى في الاكل مفيش واحده دايبه اكتر من واحده، يعني او واحده مثلا مستويه قوي وواحده لا. هقطعها اهوت اهي المكعبات، احاول قد بعضها. بصوا يا جماعه بحاول بقدر امكاني، يعني هم مش بالمسطره بس بقدر امكاني. هي دي حاجه مش زهره، في حاجات اللي بتبقى زهره زي الكفته والحاجات دي بحب فعلا اخليها قد بعض بالظبط، عشان بتفرق في تقديم الطبق، انما هنا الموضوع مش هيفرق معايا خالص. هبص بصه بس كده الموضوع ماشي كويس معايا الحمد لله، مفيش مشاكل. دايما عينيا على الحله اللي على النار، يعني وانا بعمل ما سيبهاش كده، ما اسرحش في اللي انا بعمله، يعني انا شغاله دايما شغاله في حاجه وعيني بتتابع حاجه تانية وبفكر هعمل ايه بعد كده، بس من غير ما اربك نفسي. لو لقيت انا مش متعوده، انا حد مستجد في الطبخ وما بقفش في المطبخ كتير ومش متعوده اشغل نفسي بكذا حاجه، مش مشكله ان انا الوقت بتاعي لوقفتي يطول شويه واعمل حاجه حاجه وانظم وقتي، بس ما اربكش نفسي واحرق حاجه او اتعور. كده عندي مكعبات البتنجانة هي كلها تقريبا بقت قد بعض، هرفع بقى الغطا من على الحلة بتاعتي وهاخد بقى مكعبات البتنجان وهحطها. وفي المرحلة دي لو لقيته محتاج يتزود مية هزوده، لان هو دوت الصوص اللي هيستوي فيه. انا هنا هحتاج طبعا ازود ميه. البتنجان شايفين لونه ابيض ازاي؟ مجرد ما بيغلي شويه على النار اللون دوت بيبدا يتحول للون الشفاف. ما احاولش اكل البتنجان قبل ما يتحول للون الشفاف، طعمه مش هيرضيني. هبدا بقى احط التوابل بتاعتي عليه، هحط قرفه وبهار وهحط شوية بردقوش
وفي الوصفه دي برضو ممكن بدل البردقوش نحط ريحان لو عايزين. بابريكا علشان تحمر احطهم الحبه دول كلهم، هما مش كتير، نص معلقه تقريبا على قد الكميه. يبقى انا كده حطيت كل توابلي وهقلب. ريحته جميله جدا. هحط في الوقت ده الملح لان هو مش هيلحق، هيغلي حاجه بسيطه على النار على طول كده اهوت، وهروح مدخلاه على الفرن. وهقلب الملح بتاعي، احاول ما احطش ملح كتير، احط وادوق اشوف لو محتاج ملح تاني احط تاني. هغطي بقى الحله تغلي بس غلوه كده اهوت على ما اشيل الحاجات بتاعتي. هنعمل سلطه حلوه قوي برده النهارده، اللي هي سلطه البتنجان المشوي. انا هعمل ايه؟ هجيب برده منديل هبله بسيط، جبت منديل ناشف حطيته ومنديل مبلول بسيط عشان يساعدني احط ايدي عليه وانا بقشر البتنجان. اقدر ايه كل لو في حاجه من البتنجان عملت اسود في ايديا اقدر على طول اروح حاطه ايدي، المنديل المبلول هيروح شايل الاسود اللي جه على ايديا. ولو اتبقى حاجه في البتنجانه من المحروق شويه من الشوي ده بيديها برده نكهه حلوه، بس يعني ما نسيبش كتير يعني بحيث ان انا لما اهرسه ما يبانش. بصوا انا ما احتجتش المنديل بس لازم احطه في بدايه شغلي يعني اامن نفسي. على فكره في ناس بترمي اللي بينزل السائل اللي بينزل من البتنجانه ده، السائل ده فيه طعم ونكهه البتنجان، انا ما بحبش ارميه بصراحه. بس لو في حد مقتنع ان الوصفه هتكون احلى من غيره، الاكل برده راحه نفسيه ما يخليهوش، بس انا بنصحكم تخلوه. بصوا علشان انا شويت البتنجانه قبلها بشويه وسبتها لما هديت عرفت اقشرها من غير ما بهدل الدنيا، يعني ما حسيتش ان في اي حاجه من الاسود ده طلعت في ايديا. لو لقيت البتنجانه فيها كميه بذر متجمعه في حته ممكن اشيله، هو ده اللي ممكن ياثر لي على طعم البتنجان بتاعي. خلاص انا ما احتجتش المنديل ده في حاجه، همسح بيه ايديا مطرح البتنجان علشان بيعمل زي تلزيق على الايد وهروح رميه. هبص هنا اهوت للبتنجان بتاعي شغال كويس بيغلي على النار. بصوا اللون بتاعه لسه فيه سنه شفاف، يعني سنه لون ابيض، لو سبته كام دقيقه كمان هيتحول للون اللي هو الشفاف شويه، ساعتها بس هدخله الفرن. انا هنا بقى قبل ما ابدا اهرس البتنجان بتاعي هعمل ايه؟ هجيب شوكه هقطعه الاول كاني بقطع حاجه مكعبات، عشان البتنجان عباره عن الياف طويله، لما انا ههرسه على طول بالشوكه وانا باكل هلاقي كده كان في خيوط طويله بتطلع. في ناس كتير مش بيحبوها وفي ناس بيضربوه في الخلاط او في الكبه، بس في الطريقه في السلطه دي اللي هي معاها شرايح حاجات ما بيتضربش البتنجان، بيتهرس بس بالشوكه. انا حتى لو هضربه البابا غنوج في الكبه برضو بعمل حركه المكعبات ديت. ليه؟ علشان بيتضرب بيتهرس ويتلاقي فتل طويله طالعه، لو نلاحظها برضو لما بنيجي نفرم فراخ في الكبه، لو حدينا صدور فراخ كده بطولها بنبص نلاقي فيه نساير طويله وما بتتفرمش كويس. في اجزاء بقى في البتنجانه بتبقى كلها عباره عن بذر اشيلها، لان هي دي اللي بتديني لسعه جامده في البتنجان، ساعات بيخليه ما يعجبنيش. السلطه بقى دي انا ما بهرسش فيها البتنجان قوي زي بابا غنوج، بس اكون حريصه ان انا اول ما اهرسه قبل حتى ما اكمل هرسه حبه خل عشان ما يسودش وشويه ليمون، عصره ليمون. حتى لو مش هحط المقدار الليمون بتاعي كله، حتى لو مش هحط الليمون بتاعي كله بس احط على الاقل ليمونه في الاول وبعد كده ادوق.
انا خلاص كده عصرت بقيه الليمون بتاعي، وهكمل هرس البتنجان. في حته قشره بس باينه اشيلها، لو لقيت اي قطعه قشر باينه بشيلها على طول. هرست البتنجان، انا عايزه اوطي هنا قبل ما اكمل بقى السلطه بتاعتي. انا كان عندي الطاجن دفيته شويه في الفرن وجبته عشان احط فيه البتنجان بتاعي. هعمل ايه؟ انا قلت ان انا مجهزه شويه ثوم، اجيب فوطه امسك بيها ومعلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. البتنجان ريحته حلوه جدا ولونه خلاص بدا اغلبه ياخد على اللون، يدي على اللون الشفاف شويه. الاكله دي يا جماعه بتحب تقعد في الفرن يعني فتره، كل ما سبناها في الفرن وكان كده فيها صوص كتير وشربته بتبقى طعمها احلى، بتبقى مكموره فعلا. يعني هي بتحب تدخل على فرن عالي الحراره، بس بعد ما بدخلها ب10 دقائق بوطي عليها الحراره واسيبها ايه يعني تتهمك براحتها، اسيبها تتهمك بقى براحتها عشان تبقى فعلا بتنجان ايه، بتنجان مكمور. انا هعمل ايه بقى؟ النصيحه اللي انا قلتها ان انا برش الثوم كده في الاخر على الوش، هخلي حبه منه برده احطها على السلطه بتديها طعم حلو مع رشه ايه بقى. انا قلت هتدي تاثير حلو جدا رشه القرفه اللي على الوش مع رشه بهار وكمون. انا بحب الكمون فهحط كمون، رشه زيت بقى صغيره من على الوش هتلمع وهتخلي وشه يحمر يعني يبقى لونه كده حلو وجميل، لان انا في الاول ما حطيتش زيت كتير مع اللحمه. وهفتح الفرن، دايما افتح الفرن براحتي الاول واشيل الطاجن بتاعي بالراحه وادخله، خليني دايما في الامان. وهقفل الفرن بتاعي وهكمل بقى السلطه بتاعتي دلوقتي. انا مش ههرسها قوي، بس انا كده حطيت عليها الليمون علشان طعمها ما يغيرش، لان البتنجان لما بيقعد متعرض للهواء الفكره مش بس فكره لون، الطعم كمان بيغير. هحط برضو رشه زيت صغيره على ما اجهز بقيه مكوناتي، وهركن هنا على جنب، وهاخد الليمونه اللي اتعصرت ارميها، وهجيب بقى هنا اهوت عشان اقطع الحاجات بتاعتي كلها. خلي دي عشان تحتاجها برضو. هجيب طماطم، وهقطعها شرايح كده بالطول، عشان كده بحاول انقي الطماطم اللي هي مش كبيرة قوي في الوصفة ديت، يعني انا عايزة كل حاجة تبقى شرايح كده. هاخد واحدة كمان، وهقطعها شرايح. هركن كل حاجة اقطعها، وبعد كده هوت هجمع حاجاتي مع بعض. الوصفة دي بتحب البصلة اللي تتحط معاها تكون البصل اللي هو الأحمر اللي لما بنقشره بيبقى من جوه لونه موف، يعني بتدي ألوان مع الطماطم ومع الجزر ومع البتنجان بتبقى لونها حلو. ده غير ان هو أصلا البصل الأحمر في السلطات طعمه بيكون طبعا أفضل من الأبيض. هاخد بقى قطعة فلفل أصفر، اشيل فيها حته هنا بس غامقه، وبرده هقطعها شرايح رفيعه. بصوا كل حاجه لما بتبقى شرايحها شكل بعض بتبقى حلوه، يعني هي قريبه من بعض مش شكل بعض قوي. هشيل الحته دي علشان بتضايق في التقطيع برده. الالوان هنا بتاعت كل حاجه هتكون زهره، هبقى كاني عامله شرايح حاجات، والصوص اللي بغلفه هو البتنجان. هاخد بقى جزء من الفلفل الاحمر برضو، وهشيل الحته برضو دي عشان اعرف اقطعه، وهقطعه برضو كده هو رفيع.
حجمها كبير شوية الحمراء، فهروح قسمها نصين وهشيل دولت. هجيب الجزر بتاعي بنفس الاسلوب. انا خايفة دي تعورني فهشيلها من على لوح التقطيع بتاعي وهعملها كده، وهقطعها رفيع كأني بعمل بطاطس محمرة رفيعة اللي هي الأطفال بيحبوها، بنقول عاملة زي عيدان الكبريت. بقى كل حاجة عندي هنا هوت كده شرايح شكلها حلو. كمان عشان الجزر ما يبقاش صعب في أكله، المكونات اللي معاه كلها حاجات سهلة في أكلها، والجزر صلب سنة فلازم أقطعه رفيع، يعني يبقى رقيق قوي علشان ما يبقاش مختلف عنها، يعني ما يبقاش ملمس مختلف. اي جزء بيفيد مش برميه يا جماعه بخليه. هجيب بقى عندي هنا بوله كبيره، لا بقطع البصله الاول، اهم حاجه في الموضوع ما كنتش عاملها. اهي البصله برضو شرايح حلوه كده، شايفين البصله لونها جميل ازاي وهي جنب اللون البرتقالي بتاع الجزر؟ انا بحب اقول اللون البرتقالي، بحب اقولها باللغه العربيه. هقلب بقى البصله كده عشان ما تعورنيش. احنا ممكن لو عندنا اطفال صغيرين نبدا نسالهم عن عدد الالوان اللي عندنا في الأكلة وإحنا بناكل، إيه رأيكم نشوف إيه الألوان الموجودة؟ هحط بقى البتنجان بتاعي، هاخد حاجة تنزله كله من الطبق وتخلطه كويس. وهخلي برضو حاجاتي ديت، وهجيب ليمونة تانية وهحطها علشان الخضار هيقلل نسبة الليمون اللي موجودة. السلطات اللي بيحليها اني انا ما بخلش عليها يعني حاجات التوابل اللي بتتحط، التنكيه بتاعها الليمون الحاجات دي ما بخلش على السلطة بتاعتي دي. حطيت هنا هو الليمون بتاعي، هحط بقى الكمون، كمية كويسة من الكمون، وهجيب الملح. مش هحط ملح كتير علشان البتنجان اصلا كده بيبقى فيه لسعة، فهحط حوالي نص معلقة، انا بقدر الكمية يعني بعرفها. وهحط هنا اهو شوية مستردة، وهقلب. ناقصنا بقى مين يكمل الموضوع؟ الخل. لو حد بيحب الشطه ممكن يحط شطه، وممكن قرن فلفل حامي كمان. هجيب بقى شويه خل، وممكن ادخل شويه بقدونس. هجيب المقص بتاعي واقص كده حبه بقدونس. على فكره مقص المطبخ يا جماعه بيساعد في حاجات كتيره جدا. احطه جنبي هنا لحد لما اخلص. بيدي نكهه حلوه قوي وبيدي لون حلو. دلوقتي كده هبدا بقى اخلط كل مكوناتي مع بعض. هشيل لوح التقطيع بتاعي وهقلب بقى كل المكونات بتاعتي، كلها اتغلفت ببعض وكلها بقت فيها الوان حلوه. نوع السلطه دوت انا عاملاه سلطه بتنجان بالخضار. انا في اول الحلقه يا جماعه قلت لكم دي مش بابا غنوج اللي بيتعمل بالطحينه، ده نوع تاني للي عاوز ياكل سلطه خفيفه، وممكن اللي عاوز يعمل دايت لو ما حطش فيها زيت خالص بتبقى بتنفع للدايت. بس انا هحط عليها زيت عشان انا مش عاملاها للدايت، انا عاملاها كنوع من التغيير يعني في السلطات. انا بحب الزيت في يعني اي سلطه غير السلطه الخضراء بحب فيها زيت.
هنضف بقى حواليا. والحاجة اللي في الفرن عندي قربت تطلع، نغرف بقى طبق السلطة وبعد كده نشوف اللي في الفرن ونطلعه. شايفين ألوانه جميلة ازاي؟ ألوانه حلوة جدا. كل الألوان ظاهرة عندي، عندي اللون الأصفر وعندي اللون الأحمر وعندي اللون الأخضر. الألوان حلوة قوي، بتبهج العين. هجيب الجزراية بقى دي بتاعتي دي وهقطعها كده بالورق. احاول لو في جزء فاضي كده من الطبق املاه، بحس وانا بزوق طبقي انا حاسه ان في هنا البصل لونه ناقص سنه، فممكن اروح واخده كام شريحه بصل كده وانطرهم على الوش لانه بيصحصح الموضوع. في سلطات كده بتحب نطره البصل اللي على وشها دي، انا بحب اللون بتاع البصل ده قوي، بيصحصح لي الموضوع خالص يعني. هي بس كده اهوت، وهاخد بقى من كل ناحيه كده هحط جزر من هنا كده، ممكن اجيب طماطمايه واعملها ورده واحطها في النص هنا اهوت. انا بحب قوي الورده اللي بتتعمل بالطماطم، يعني مهما ازوق باي حاجه الاقي نفسي برجع تاني برده وعايزه ازوق بورده الطماطم، يعني بحس انها عامله طبق جنينه. وهي طريقتها سهله، انا بجيب سكينه حاميه وبمشي بيها وبقطع مش يعني كانها قشره رقيقه قوي وبلفها كده اهو. واحنا حاطين هنا جوه السلطه بقدونس، معلش فكت مني. بصوا يا جماعه لما تفك نعملها ونلفها تاني، مفيش مشكله خالص. وبقعدها على القاعده اللي انا عملتها لها في البدايه، بس هجيب كده عودين بقدونس وازوق بيهم واحطها. انقي بقدونس كده رفيع وشكله حلو، احطهم كده في النص واحط الطماطم ايه في وسطهم. ممكن اجيب احط حواليها برضو عود كمان. حالا بقى بعد ما احط البقدونس ده هشوف اللي في الفرن، بس الاول اشيل الطماطم اللي حواليا ديت عشان ما ينفعش اطلع حاجه من الفرن، وخصوصا بقى طاجن بايركس وحواليا المكان عامل كده اهوت. اولا المكان كده مش هيكون جاهز للاستقبال، ثانيا الطاجن البايركس ما بيحبش حاجه تكون ساقعه او مبلوله. هنشف كويس مكاني هنا وهحط ايديا الاقي المكان ناشف، وده كان طبق السلطه. دلوقتي هشوف اللي في الفرن بقى الطاجن بتاعي، ريحته فايحه وجميله جدا. بالراحه يا جماعه واحنا بنطلع حاجه من الفرن نخلي بالنا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكله وريحته احلى منه. بس عارفين بقى يعني لو احنا خليناه كمان احنا في البيت فاضيين وخليناه فتره اطول هيتسبك كمان اكتر. هي دي كانت وصفاتي اللي قدمتها لكم النهارده، ويا ريت تكون عجبتكم وتكونوا قضيتوا وقت ممتع معايا. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، اسيبكم على خير.